ورقق بيان الرأي واللام ينذرب لسانك حتى تنظم القول كالدري، وأنعم بيان العين والهاء كلما درست وكن في الدرس معتدل الأمر، وقف عند إتمام الكلام موافقا لمصحفنا المتلو في البر والبحر، ولا تدغمن الميم إن جيت بعدها بحرف سواها وقبل العلم بالشكر، وضمك قبل الواو كن مشبعا له كما أشبعوا إياك نعبد في المر، وإن حرف لين كان من قبل مدغم كآخر ما في الحمد فامدده واستجري، مددت لأن الساكنين تلاقيا فصار كتحريك كذا قال ذو الخبر، وأسمي حروفا ستة لتخصها بإظهار نون قبلها أبدى الدهر.